ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها حملته أمه كرها حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشد حتى إذا بلغ أشده وبلغ ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي حتى هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني